الله يرضى عليه، والحمد لله نال الشهادة، وكان إنسان مجتمع، بحب الناس، بحب يقوم في الواجب، والحمد لله رب العالمين. وأنا رضيان عليه رضا الرب، رضا العبد الرب، الحمد لله. أقول لك كنت ملقانة، أشعلانة ألقانة، بس قلبي مرتاح، بعرفش ليش قلبي مرتاح. وكنت أنا ما قلت لرب العالمين هو يتولى وهو يكون بحمايته بإذن الله، والحمد لله رب العالمين. فعلا ربنا تولى ودار باله عليه ومشى معاه زي ما هو بده، ونال الشهادة الحمد لله رب العالمين. هو طول عمره زي ما هو، بس آخر فترة كنت مريضة كتير أنا، فقال لي هذا الشهر يما جاي أصلاً عيادك عياد، أنا دعوت إليك أساعدك في البيت. فعلاً هم كلهم بيساعدوني، بس هو أخذ إجازة عشان لأني كنت كل شوي أختلف، هو يكون فراسي غير أخته كمان، بس في البيت كان هو يحب يساعدني. تي ليش يما ما يقبل ينام الصبح، خوف لا تروح عليه صلاة الصبح يصليها، يقرأ قرآن ويفيقني أمي يما. فاللهم صل على سيدنا محمد، إنه بس كان بده يتم جنبي بس يرضى عني وأرضى عنه، والحمد لله. كان ناوي حاله في يمين إذا تيسرت مع الأمور لهالشهرين دول كان بده يطلعني عمرة، وأنا وصلتني العمرة الحمد لله يا رب، والله يرحمه. والحمد لله مات بطل، كان بطل، والحمد لله رب العالمين. والله يحميه ويفك جميع الأسرى يا رب، هذا اللي متمنيته أنا.